سارة صباح الفل عليك زميلتنا سارة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليك يا سارة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك واكيد برحب بضيفك الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا انا متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم يعني كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده طبعا زي ما بنبتدي دايما بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. وطبعا يعني النادي الاهلي زي ما عارفين امبارح ختم استعداداته ويعني كل التدريبات لمباراه اليوم. النهارده ان شاء الله النادي الأهلي في مواجهة فريق الداخلية، وده في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. النهاردة إن شاء الله مباراة تقام في تمام الساعة 7 مساء على استاد الأهلي والسلام. ده بالنسبة لفريق كرة القدم. خليني أروح لجميع الألعاب الأخرى ونبتدي معاكم بفريق الماسترز أو فريق الكرة الطايرة تحت قيادة الكابتن ميدو مصلحي، وطبعا المشاركة في البطولة العربية للكرة الطايرة. امبارح النادي الأهلي يا كريم كان عنده مباراة مهمة مع نادي السوحلي الليبي وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء، وكده النادي الأهلي ضمن التأهل للمباراة القادمة إن شاء الله، وهي مباراة النصف النهائي من البطولة اللي هتكون النهاردة، والنادي الأهلي هيواجه فيها فريق السايب العماني في تمام الساعة 9 مساء، وده هيكون طبعا يعني مباراة النصف النهائي من البطولة العربية وهتقام على نفس الصالة اللي عليها جميع المباريات، صالة 2 باستاد القاهرة. كمان سيدات كرة السلة امبارح كان عندهم مباراة مهمة بعد توقف دولي لمدة شهر ونص بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات افريقيا لكرة السلة الافرو باسكت. امبارح يعني كان عندهم مباراة مهمة في بطولة كأس مصر ودور الثمانية مع فريق مصر التأمين، وانتهت بفوز سيدات او ملكات كرة السلة بنتيجة 95-48، ويمكن المباراة شهدت تألق كبير من جميع لاعبات النادي الأهلي وكمان لاعبات النادي الأهلي الدولية، يمكن كمان شاركوا حتى لو بوقت بسيط من البطولة زي نادين سلعاوي وثريا محمد وكمان رنيم الجداوي. ومش بس يعني ملكات كرة السلة امبارح اللي كان عندهم مباراة في يعني في البطولات المحلية، كمان فريق كرة السلة رجال تحت قيادة مستر أجاستي بوش كان عندهم مباراة مع فريق الشمس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بفارق 20 نقطة في المباراة. يمكن كمان المباراة شهدت يا كريم يعني تألق كبير من لاعبي النادي الأهلي وكمان يعني العديد من لاعبي النادي الأهلي من فريق الشباب 20 سنة، ده بسبب يعني تواجد أو في العديد من الغيابات في صفوف الفريق طبعا بسبب مشاركة اللعيبة الدولية مع منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم زي إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، وسيف سمير، فيعني كانوا غايبين عن مباراة أمس، وكمان اصابه احمد اسماعيل وعبد الله ناصر ريبيدو. فبسبب كل يعني او بسبب جميع الغيابات دي قرر مستر جاستي بوش ان هو يصعد العديد من اللعيبه من فريق ال 20 سنه تحت قياده الكابتن ماجد سلامه. وكده النادي الاهلي بعد مباراه امس تاهل للدور الثمانيه من البطوله بطوله منطقه القاهره، وهيواجه فيها ان شاء الله فريق الزهور يوم الخميس القادم على صاله نادي الزهور. يمكن دي يا كريم يعني كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، ولا انا عاوز مره اخرى الاستوديو اتكلم ليك طبعا كريم. تفضل. الحقيقه دايما اخبارك كلها جميله يا سالة كالعاده، بنشكرك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر. كانت معانا الزميله العزيزه سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب.